السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشروع اللي متواجدين به حاليا في اسطنبول الأوروبية، تحديدا في منطقة بليكدوزو. طبعا هذا المشروع هو قيد الإنشاء حاليا، يتربع على مساحة 44 ألف متر مربع. 50% من مساحة المشروع راح تكون عبارة عن مساحات خضراء. المشروع يحتوي على 9 بلوكات، وعدد الشقق اللي به 1160 شقة سكنية، بالإضافة إلى الخيارات اللي متوفرة به من 1+1 إلى 5+1. وعدد المحلات التجارية المتواجدة بهذا المشروع هي 112 محل تجاري، يضم كافة الماركات العالمية طبعا هاي المحلات التجارية راح تكون محلات تجارية عامة، مو فقط ساكنين هذا المشروع اللي يقدرون يسوقون من عنده، أيضا خارج المشروع يقدرون يسوقون من هاي المحلات التجارية بكل سهولة. بالإضافة إلى هذا المشروع يتقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى راح يتم تسليمها في شهر 5 2020، تحتوي على 3 بلوكات، والطوابق تكون من 12 طابق، تتكون من 12 طابق. أما المرحلة الثانية راح يتم تسليمها في شهر 11 2020 أيضا، وتحتوي على 6 بلوكات، وأعلى طابق فيها هي طابق 11. بالإضافة توجد خدمة توصيل للمحطة المتروبوس والمارينا مجانا. أما بالنسبة بعده عن مركز المدينة فيبعد فقط 35 دقيقة أو 40 دقيقة عن مركز المدينة. مثل ما شفتوا هذا المشروع وطلعنا لكم عليه، لا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو، متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والإنستغرام، واللي عنده سؤال استفسار يراسلنا ويسعدنا الإجابة على كل استفساراتكم.